تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي إلى إصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم اليوم. في الدقيقة 59 من المباراة اضطر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بتبديل محمد عبد المنعم بعد تعرضه لإصابة بشكل مفاجئ دون أي تدخل عنيف من قبل المنافس، وعلى الفور استبدل حسام حسن محمد عبد المنعم بمصطفى محمد مهاجم الفريق، وعاد حمدي فتحي لمركز الدفاع. وكشف الفحص المبدئي إصابة اللاعب في العضلة الأمامية، ولكن لم يتم تحديد شدة الإصابة بدقة حتى الآن، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.